اليوم تم تنظيم يوم دراسي مهم حول تنظيم القضاء المغربي الجديد والنجاعة القضائية، وذلك بشراكة بين المحكمة الابتدائية برشيد رئاسة ونيابة عامة ومجلة المحاكمة. حضر هذا اللقاء الدراسي مجموعة من السادة القضاة والمحامون محامون تمرنون وكذلك طلبة المصدر بالدار البيضاء وسطات والرباط، ونشطه مجموعة من الأساتذة الأفاضل دكاترة في الحقوق مختصين في هذه المادة وممارسين من جهات أخرى لمعرفة المستجدات التي أتى بها هذا القانون الذي يعتبر خطوة مهمة في إطار إصلاح القضاء ببلادنا. ونحن نعرف على أن هناك أوراش إصلاحية وهذا باب من أبواب هذا الإصلاح، والآن أكيد على أن هذا القانون لم يدخل بعد حيز التطبيق، ولكن بالنسبة إلينا فرصة لنا من أجل الاستعداد ومعرفة المستجدات والمتغيرات حتى نكون في الموعد عند دخوله حيز التطبيق في المستقبل القريب إن شاء الله. فيما يتعلق بندوة هذا اليوم التي احتضنتها المحكمة الابتدائية ببرشيد، يتعلق الأمر بقانون التنظيم القضائي والنجاعة القضائية. كما تعرفون على أنه المغرب عرف أو أصدر مؤخرا أو وافق مؤخرا البرلمان المغربي على هذا القانون الذي كان يحمل أو الذي يحمل رقم 3815 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وهذا القانون كما تعرفون استغرق مدة زمنية مهمة أزيد من 6 سنوات، وجاء بهدف استكمال الترسانة القانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ولجمع الشتات النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي التي كانت أو التي كانت تنظم الخريطة القضائية بالمغرب ومبادئ التنظيم القضائي وأهم الجوانب وأهم الأحكام والمقتضيات المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة. وكما تعلمون على أنه قانون التنظيم القضائي الحالي الذي لا زال ساريا إلى اليوم يعود إلى أزيد من ما يقارب نصف قرن من الزمن، وعرف العديد من التعديلات والعديد من القوانين التي جاءت بعد قانون 74، مما كانت هناك ضرورة خاصة بعد تبني دستور 2011 كانت هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فيه، وهو الأمر الذي جاء من خلال هذا القانون الجديد، حيث حاول المشرع المغربي أن يتفادى وأن يجمع أولا أن يجمع شمل كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي وأن يضع أهم الأحكام المنظمة لهذا القانون. نحن اليوم في إطار هذه الندوة حاولت المحكمة الابتدائية بتنسيق مع مجلة محاكمة أن تجمع العديد من المتدخلين من أساتذة جامعيين ومن قضاة لإبراز أهم الجوانب الإيجابية، وإذا كانت هناك من بعض النقط القصور أو بعض الجوانب غير المضيئة أن وقف عندها السادة الأساتذة المتدخلون. نلتقي اليوم في هذا المكان الأمين وفي هذه القاعة الفيحاء بطبيعة الحال استنادا إلى الشراكة التي أبرمتها مجلة محاكمة مع المحكمة الابتدائية ببرشيد أو مع السلطة القضائية بهذه المحكمة بجناحها، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو بقضاء الحكم. اليوم الموضوع الذي اختير لهذا اللقاء العلمي موضوع هام، موضوع طرحت بشأنه العديد من النقاشات، نظمت بشأنه العديد من الندوات. بالأمس كنا نتحدث عن مشروع، اليوم نتحدث أساسا عن القانون. نتمنى أن يتم نشره عما قريب في الجريدة الرسمية، وبطبيعة الحال سيصبح نافذا مفعول بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره. كما تلاحظون أن العنوان الذي اختير لهذا اللقاء له ارتباط وثيق بحقوق المتقاضين، الأمر يتعلق بالنجاعة القضائية. أنتم تعلمون على أن النقاش اليوم مطروح حول مجموعة من المفاهيم التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلقة بحقوق المتقاضين. اليوم نتحدث عن النجاعة القضائية، نتحدث عن البت داخل الأجال المعقول، نتحدث عن مجموعة من الحقوق الرائدة التي ضمنت بالوثيقة الدستورية. وكما تعلمون على أن السلطة القضائية بجناحها منخرطة بشكل إيجابي في هذا المجال، انطلاقا من المقاربة التشاركية التي تربطها مع الجهات المعنية في إطار التشريع. لا شك أن أي مقتضى تشريعي كيفما كانت طبيعته قد يكون موضوع ملاحظات
موضوع بعض التساؤلات، وهو ما تم بالفعل اليوم من قبل بعض الأساتذة المهتمين بالموضوع وبعض الممارسين، إذ طرحت العديد من الأسئلة ذات الارتباط الوثيق بهذه المقتضيات، وبطبيعة الحال كلها تتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. لماذا؟ لأن اليوم كذلك النقاش مفتوح حول مسألة التقريب القضائي من المتقاضين إلى غير ذلك من المفاهيم الأساسية المتميزة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية وتم استحضارها بطبيعة الحال من قبل التنظيم القضائي المغربي الجديد. الندوة كما قلت ناقشت مواضيع مهمة واستحضرت بعض التوصيات وبعض الآراء لهذه الغاية. نناشد بتنظيم مثل هذه اللقاءات. لماذا؟ لأن لها دور حميد من شأنها المساهمة في خلق ثروة فقهية وقضائية منشودة في موضوع مرتبط بحقوق المتقاضين. كنلتقي في هذا اليوم اللي هو يوم مميز جدا، على اعتبار أنه يوم نقاش قانوني تتقاطع فيه مجموعة من النقط ما بين سلطة شريعية وتنظيمية وكذا سلطة قضائية. فموضوع اليوم كان حول القانون التنظيم القضائي والرهانات دياله وكذا مدى مساهمته في تحقيق النجاعة القضائية، على اعتبار أن القضاء هو واحد المرفق حيوي ومهم في حياة أي واحد منا، والإنسان اللي كيلتجئ للقضاء فهو كيلتمس النجاعة والعدالة. فاليوم كان يوم دراسي مميز بامتياز بتنظيم من المحكمة الابتدائية في برشيد، وحنا كمحاميين متمرنين بالهيئة فهد اليوم هو فادنا جدا، على اعتبار أن الواقع العملي ديالنا يطلب منا الإلمام بجميع المستجدات القانونية، والتنظيم القضائي فهو القاعدة الأساسية لممارسة المحامي لمهامه المنوطة به. وعلى هذا الأساس فاليوم كان يوم مميز جدا، واستفدنا منه واستفد منه جميع الأطر، فهو بمثابة دورة تكوينية للجميع. كل واحد يعرف القانون اللي كيخدم به ويعرف لاباز باش كيخدم ويعرف يكون عنده إلمام بجميع القواعد القانونية.